الأربد من الأخير عسل مقطط كتير أصلي من نحل أصلي من نحل خيري لبينا النداء ذات الصواريخ منى ترفع رايات الشفاء اي حاجه معه شنو جايبين اللي معاه يا ريس وين الفلوس اللي يبيه منك ها الفلوس اللي يبيه منك الفلوس كانت تبي الفلوس الفلوس مو شاشة البديل جودة ما تقدرش تقاومها عليكم السلام تقبل الله يا حاج منه ومنك صالح الأعمال إن شاء الله اي والله شهر رمضان كل شيء تلقي فيه بنا غير حتى مش شاهي الله يبارك حتى هو مش شيء شاهي شاهي الكبشات هذه توسة حمراء والوزات بيد الله نديرهم بتوسة خضراء شاي الكبشين من أجود أنواع الشاي السريلانكي الممتاز ويتوفر كشاي طبخ وشاي كيس ذو مذاق وطعم لا يقاومان ما تحلى اللمة في رمضان إلا بشاهي الكبشين قاعده تصوري سبحان الله تي خيرك هيكي الماكله خلاص ولت مسقعه تلجت الماكله تلجت الماكله ايه تبيها علاش يعني بتشبه فيها نصور لازم تاكل يعني لازم شنو معناها الناس يتفرجوا على ماكلتنا في الاردن في السودان في مصر في مالطا في اليابان وحنا قبل ما توصل الماكله لبطننا سبحان الله ما تعرف علاش باش تطلع الصورة بجودة عالية وبعدين الماكلة هي قاعدة ملحوق عليها هو انت لازم تاكل على طول ايه ما خرب الناس غير السناب شات هذا والانستغرام والفيسبوك سبحان الله سبحان الله كل شيء يدخلوا فيه بالمقلوب تي عادي عادي شن فيها تطور العصر تطور العصر هكي هكي يقول بنادم ناشر قصة حياته من الصبح لليل في الفيسبوك صورة من الناس صورة من غاليكايا صورة من زي كنت توه لا خليت صورة من فوق لا صورة من تحت لا صورة للصينية لا صورة للماكلة سبحان الله ويقول لي تطور وتكنولوجيا تي عادي شد سحبني بيت تي عادي كل الناس تصور وتنزل على الانستغرام وعلى الفيس وعلى السناب شات خيرك انت عيش حياتك انت صح ما مش حشيشتك لكن انا حشيشتي تعرف عقلي نبي نصور ها 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 وننزل باش نسحنهم
اي لكن عيب هذا هذا كله في اشياء تديروا فيها وتعرضوا فيها وما تراعوش في احساس الناس الثانيه، ما تراعوش في احساس الفقير والمتملح والمتشرد واللي ما عندهش واللي محتاج واللي كذا، ما تراعوش في احساسه ابدا ابدا ابدا. فالحين غير تشك 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 احساس. قال لي احساس شنو بالله عليك؟ يعني هو انا الوحيده بس اللي ننزل؟ ما هو قلت لك كل الناس تنزل، يعني هذا يقولوا له نوع من البرستيج. تقولوا عليه ما تراعوش في احساس الناس، ما تراعوش في الفقير المسكين اللي يتفرج على الحاجه ومش قادر يذوقها ولا قادر حتى يشريها. ونحيرني كيف الناس تقول ما فيش فلوس وما فيش سيوله الا اذا كان انتم تنشروا في الحاجات زي هذه والبكوات الفاضيه برستيز زي ما قلتي لي يا حنا. يا لطيف يا لطيف، لازم كل حاجه نقول عليها يكبر الموضوع ويهلهل ويدوي ويزيد. انت كان ما تحبش الحاجات هذه، في غيرك من يحب هيك؟ يعني الواحد يتمتع يشعر بسعاده هيك يبدا تعرف شنو احنا نبدا نسوي في بعضنا بالذات، نقعد نشبح الطاقه نتاعها نتاع الشهي كيف شكلها، وهي تشبح الفلاجين القهوه نتاعي كيف، وتشبح الصواني. يا اخي انا توا هيك راهو درت شويه عصبينات وشويه حلويات وشويه مبطن هيك يعني على المنظر بسرعه. ما هي شنو الفائده من هذا؟ شنو تستفيدوا منه هذا كله؟ شنو اللي توروا فيه هذا لبعضكم؟ شنو معناه هذا؟ شنو الاستفاده منه؟ هو صح يعني ما فيش استفادة، لكن في برستيج. برستيج؟ برستيج إيجابي ولا برستيج سلبي؟ لا هو بالنسبة لي وبالنسبة لي زي اللي يحبوا الحاجات هذه أكيد إيجابي. أكيد إيجابي. إيه لكن فيه جانب تاني آخر سلبي. إيجابي لما يعرض الناس حاجته، لما يشارك الناس حاجته، لما بيبيعها، لما بكذا ممكن يعرضها، لكن الجانب الثاني السلبي اللي يستعملوا فيه الناس هذا غلط فيه، غلط. ناس تستعمل فيه أسماء وهمية وليس لها علاقة بهم وتسب وتدير في الإشاعات وتشتم في الناس وما يراعوش في احساس الاخرين. نقول لك في هذه صح. تعرف يا طيب اني نبدا مستغربه في الناس اللي تكتب فيه واللي تكتب هذيك الاشاعات. يا لطيف يا لطيف يا لطيف على الاشاعات، مرات يكتبوا عليا ولا على حد نعرفه نقول نقعد يا ربي هو هذا نيل نشك في روحي تصدق. يا لطيف الله يفكنا من الاشاعات. ومن شر حاسد اذا حسد. ايوه الله يحفظنا منهم، الله يحفظنا من عيونهم. الحوت الحوت الحوت, الحوت حاشر الله المشاهدين والسامعين. به به اسمع اسمع بقول لك حاجه ثانيه. ايه. هو انت صح كلامك راهو ما عنديش فيه ما نقول، لكن الحق راهو حتى الفيس راهو في شغل، الناس هلبة بتتعرض في شغلها. قلت هذا قلت هذا قلت ايه قلت، لكن ناكد لك ان الخدمه هذه راهي بدت من الحوش، يعني الناس تعرض في المطبخ نتاعها، في اكلاتهم، في منتجاتهم. انا نعرف زوز خوت قاعدوا متعاركين على خاطر الفيس هذا. تبي طيب نقول لك حاجه ثانيه. شنو؟ تعرف صاحبتي فوزيه، صاحبتي فوزيه. به هذيك يا ايه؟ ممكن انا ما قلتلكش اني خفت منك وبعدين تدير لي الهم. تصدق ان هي طلقها راجلها على خاطر الانستغرام والفيس و طلقها؟ باهي ما لا 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 لمتنا هالليلة مازال متواصلة، جاوبوا واربحوا في مسابقتنا اللي تقول ما عنده لون، لونه يعكس من معونه، غالي ما يهون ومحال حياتك من دونه، بيه عايش الكون وبوجوده الراحة والمونة، جوال في قلب السماء ومدفون في بطن الوطأ، وبيه كل شي حي سبحان مولانا ابداع في كونه. اختار الإجابة الصحيحة من بين ثلاث خيارات، القمر، الماء، الهواء، واربح شاشة 43 بوصة مقدمة من شركة البديل للأجهزة الإلكترونية. وللمشاركة في المسابقة اترك إجابتك عبر تعليق في البث المباشر لمنوعة اللمة على الفيسبوك.
واستنوا الإعلان عن الفائز في نهاية كل حلقة من حلقات اللمة. ألف مبروك للفائز في سؤال الحلقة السابقة مورغان مورغان. تقبل الله يا حاج. منه ومنك صالح الأعمال إن شاء الله. إي والله. شهر رمضان كل شيء تلقي فيه بنا غير، حتى مش شاهي الله يبارك. حتى هو مش شيء شاهي، شاهي الكبشين، هذه توسة حمراء، والوزات بإذن الله نديرهم بتوسة خضراء. شاي الكبشين من أجود أنواع الشاي السريلانكي الممتاز، ويتوفر كشاي طبخ وشاي كيس ذو مذاق وطعم لا يقاومان. ما تحلى اللمة في رمضان إلا بشاهي الكبشين. شنو هو؟ شنو؟ شن قلت أنا؟ نستناك لن تقول، ما واضح على وجهك كل شيء. قول لي شن درت هاي؟ ايه فنص فنص، تعال اضربني وخلاص. تو عاجبك اللي يدير في هذا؟ هني طالع بهي وتهني تو تعمر كان خربها مني. يستر الله على باقي هاليوم. لما الباقة تفصل انت معاها تفصل. باقات 4G جديدة من NTT بدت من 25 ل110 جيجا بأسعار تمشي مع المزاج. الحصة الليلية تمددت للظهر وجراند بت 200 جيجا قسمة على المزاج، والجول مليح في 400 جيجا بصلاحية 3 شهور. مع 4G المزاج والنت ما يفصلش.